إذن كتذكير لما سبق، الأجسام الصلبة المتراصة لها شكل خاص، أما الأجسام الصلبة غير المتراصة ليس لها شكل خاص. قبل الاستخلاص نقرأ الكلمات المهمة مع ما يقابلها باللغة الفرنسية: شكل فورم، خاص بروبر، متراص كومباكت. نمر الآن لاستخلاص ما سبق. الجسم الصلب المتراص له شكل خاص، يعني أن الجسم الصلب المتراص يحافظ على شكله الخاص. الجسم الصلب غير المتراص ليس له شكل خاص، يعني بالنسبة للمثال الأول جسم الصلب المتراص كقطعة السكر التي سبق أن رأينا تحافظ على شكلها الخاص، تحافظ على شكلها الخاص. أما الجسم الصلب مثلا غير المتراص كالمسحوق أو كالدقيق ليس له شكل خاص، فهو يأخذ شكل الإناء الذي وضع فيه. أعيد الاستخلاص: الجسم الصلب المتراص له شكل خاص، الجسم الصلب غير المتراصي ليس له شكل خاص. احفظوا هذا الملخص. نمر الآن لنشاط الستمر. أضع العلامة في خانة الجسم الصلب الذي له شكل خاص. إذن الصورة الأولى مسحوق، الثانية هاتف، الثالثة ممحى، والصورة الرابعة مسحوق من نوع آخر. إذن أين أضع العلامة؟ طبعا الجسم الصلب الذي لا يتغير شكله، يعني جسم الصلب متراص، هو الهاتف، أضع علامة تحت الهاتف، كذلك الممحى. أما بالنسبة للمسحوق الأول والمسحوق الثاني فلا أضع العلامة، لأنه جسم صلب غير متراص، فهو يأخذ شكل الإناء الذي وضع فيه. بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.